النهارده احنا في ابرد مكان في العالم. أول فلوج ليا. ليه قررت فلوج؟ اسمي احمد مجدي، مصري مقيم في روسيا بحكم دراستي. انا طالب في كليه اقتصاد ودرست حقوق في مصر، وجيت هنا دخلت هندسه قبل ما اخش اقتصاد. طبعا الكلام ده هنتكلم كتير فيه في الفلوجات الجايه. انا بقالي فتره كبيره قوي عايز ابدا، بس كل ما كنت اخد الخطوه عشان ابدا كانت تحصل حاجه تعطلني. بس خلاص انا قررت ابدا بالامكانيات المتاحه دلوقتي، ومفيش حاجه توقفني باذن الله. عندنا النهارده لعب كوره، بقالي فتره كبيره قوي ما لعبتش كوره من الصيف تقريبا. الجو هنا مش مساعد، التلج زي ما انتم شايفين كده، الملاعب كلها غرقانه تلج. النهارده نلعب بعد فتره كبيره او ما لعبناش. وصلنا دلوقتي الملعب، هنغير ونخلص الماتش ونرجع تاني نكمل كلامنا عشان في حاجات مهمه عايز اقولها لكم. كنت مفتقد من الجو ده بقى لفترة، هروح على البيت بقى. ان شاء الله هيبقى في فلوج اسبوعي، غالبا هيبقى يوم الجمعة. بس ان شاء الله لو العيله كبرت وبقينا مع بعض ان شاء الله هيبقى في اكتر من فيديو في الاسبوع، وباذن الله كف ووفي. بقى لي كام يوم تعبان ما صورتش اي حاجه، برد مبهدلني قاعد في البيت. بس هنرجع تاني نكمل. كل اللي عايز اقوله في اول فلوج، بعرفكم نفسي وبعرفكم انا هعمل ايه. هو الامكانيات محدودة وكل حاجة، بس انا ان شاء الله ناوي اطور من نفسي وناوي اعمل حاجة. بس ايه، انا قررت ابدأ باللي موجود دلوقتي. اللي عايز اقوله في الفلوج الاولاني، اني من الحاجات اللي انا عايز اعملها واللي انا نفسي اعملها جدا، عايز الف العالم كله. بان روسيا اكبر دولة في العالم، وباني لسه مش جديد يعني ما بقاليش كتير هنا، فقررت ابدا بروسيا. من الحاجات الوحشة هنا في الشتاء ان في اواخر الشتاء كده لما الجو بيبدا درجة البرودة بتقل، الارض بتبقى كده فما تبقاش عارف تمشي اصلا، بتبقى الارض كلها تلج يعني متجمد، فبتبقى ماشي بترقص بالي في الشارع. من الحاجات الوحشه جدا في الشتاء ان انت لما بقى تيجي في وقت زي ده متاخر تبقى عايز تاكل ولا تشرب، فبتضطر تلبس وتنزل في الجو ده عشان تجيب حاجه تاكلها. دي من اكتر حاجه مضايقاني في البلد هنا. We'll be right back.
طبعا كفلوجر مبتدئ عمري ما هعمل حاجة من غيركم، وانا لوحدي مش هعمل حاجة. فانا كل اللي محتاجه منكم دلوقتي ان انت تدعمني وتكون معايا في اول المشوار، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وعمري ما هنسى الناس اللي هتقف معايا في اول المشوار، فانا دلوقتي بطلب منك دعمك.